أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر للعربية بأن قبائل المفتاح في محافظة إب اليمنية وسط البلاد انتفضت ضد عناصر ميليشيا الحوثي بسبب محاولاتها تجنيد أبناء تلك القبائل بالقوة، وقد انضمت لها قبائل من إب لوقف تدخل الميليشيا التي تفرض سيطرتها على المحافظة بالقوة. وكان رجال قبائل المفتاح في إب أعلنوا تضامنهم مع قبائل حجور في حجة، وأعلنوا النفير العام لطرد عناصر الحوثي من مناطقهم وفك الحصار عن قبائل حجور. في الكويت اعتبرت جماعة الخط الأخضر البيئية أن الوقود المستخدم في محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة في البلاد هي من أهم أسباب تلوث الهواء.